التحق بالحركة الوطنية في سن 16، ذاق ويلات الاعتقال والتعذيب قبل أن يستجيب عم إسماعيل محفوظ لنداء الثورة المسلحة ويلتحق بالأوراس، أين عينه عاجل عجول مسؤولاً على مستشفى المنطقة. نظمنا المستشفى انت على الأوراس بحيث لي كانوا عندنا شبان ناديناهم جبناهم ناديناهم يشاركوا في التأسيس ويشاركوا في التوجيه تاع الثورة. في عمر 100 سنة لا تزال ثورة التحرير راسخة في ذاكرة الطبيب المجاهد، ذكريات مثقلة ببشاعة المستعمر. جابونا مجاريح، 5 مجاريح مكسرين من رجليهم، ما يتمشاوش، ما قدروش يجري ولا يتمشاو، قرصوا عليا ما قاسونيش على كل حال من هنا، ثم داروا لهذوك المساكن نقولوا فرنساوية أساسيني. 7 هو عدد السنوات التي أمضاها في الكفاح المسلح، 7 سنوات لم ير فيها ابنته الرضيعة لمرة واحدة. كانت في لكلينيك دي زورانجي زادت الصباح وجاو أنا لقاو عليا القبض 7 سنين وأنا في ما شفتهاش كامل، ما شفت لا الزوجة لا هي لا حتى واحد. نهار سيسيلف تما جابوها لي. حب الوطن قيمة يرسخها اليوم المجاهد إسماعيل محفوظ لدى حفيده إسماعيل، ليحمل جيل الغد لواء أعظم ثورة تحريرية في التاريخ الحديث.